لاهد اي واحد نشاور ما اعطى اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله. قهوة ولا شاي؟ محمد بن عبد الله. يا اخي خليك قهويت انت يا ابو معيان كاني بتقهوى. حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. اما بعد اقدم لكم نفسي، انا المهندس مطلق العتيبي. نعم. قادني شغفي وطموحي ان اقدم استقالتي من العمل وان اقدم على وزارة الثقافة وان ابتعث الى القاهرة في أكاديمية الفنون في القاهرة اخراج وتمثيل. هذه السنة الاولى لي. هو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صاحب الفضل الاول علي ابو سلطان الاستاذ تركي الدوسري في احدى النسخ احرجته وارسلت له ناس يحبونه ويغلونه وقال خلوه يجيني. جلس معي حول نص ساعه وكان عندي تأتأة شوي. قال انا ارى فيك شيء وباذن الله انك في يوم تطلع. قدمت على اخراج وتمثيل من 500 اختاروا 250. انا احدى اللي ابتعثوه من القاهره من الدرجه الثالثه. قبلي من الدرجه الثانيه امريكا وفي لندن. والحمد لله وبإذن الله تطور السينما في المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 بجهود وزير الثقافة. ونشكر ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وبإذن الله أننا نطور في السينما السعودية لتصل إلى أعلى مستواها. جميل، هدف جميل جدا. أنت كانت فيك تأتأة؟ أنا سابق. كانت فيني تأتأة والحين فيني تأتأة لأن كان عندي مشهد ولكن الإعداد. أنا ما سمعت ولا تأتأة، أنا سمعت رجل. لا رجل منطلق ما شاء الله. ومنطلق وشكرا لك. لا إنك يعني ما أحب أتعذر كثير ترى يا أبو معيان، ولكن ترى كان عندي مشهد ومعدلة كويس ولكن الإعداد قالوا إنه طويل شوي ولا يمديك تقدمه. أبد. والآن تو نعطيكم مشهد ترى استرسل عادي. مشهد إيش؟ الوالد التابع عادي. صلاح. أنا ألعب عليها وأقول أنا ممثل قوي وأنا أعطيكم مشهد. بما لا يتجاوز دقيقة يا رجال 20 ثانية سم شغلة ضحك. أنا جميل، لدي جمال قاتل والله. وأنا طالع من البيت شاهدتني فتاة ورمت نفسها من البلكونة. المرة الثانية جيت أنوي أخرج، ما خرجت إلى الآن. جت ترمي نفسها، قلت لا استني الله يرحم والديك نخلص عزة هذه وبعدين نبدأ في عزاك. ما أحبهم يموتون جماعي. يلا السلام عليكم يا بنات، ماني مسؤول عن وفاتكم، لا ترموا أنفسكم. والله تدري شو مشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة في التمثيل، ما عندي مشكلة في هالفتيات اللي رموا أنفسهم. عليش في جمال؟ أمي تقول عندك حور في العين. لا بس ما لهم شغل يعني. معلش. غمازة. ما تمشي. مرة مرة. يعني. حاول يلا ابلش الحين بذا. احنا بنبلش بذا الحين. ابو معيان ترى ساحب عينتين دم. من؟ ابو سلطان يوم ساحب عينتين دم. ما راح يقدر يكمل كذا هو، عارفه. والله المفروض تقبلني يعني الطلاق ضحكتك خلاص مشهد كوميدي. خلاص انا اقول مبدع. ها مبدع ابو مبدع ما شاء الله عليك. انا فاكم التوفيق. موفق ان شاء الله. يلا لا حول ولا قوه الا بالله. يلا اللي بعد جاهز انت. نجم ابو سلطان نجم والله يا دي. يلا انا عندي وجهه نظر، لا تنصح احد. ليه يا اخوي؟ اقول لك لا والله يا اخي لازم تحط بالامر الواقع. لازم صح. حطيح اربعه انتحر اربعه. انا بشوف دم الاربعه اللي انتحروا ذول ليش. يلا يا حبيبي تعال تفضل. السلام ورحمة الله. الاسم حسن مقهى الفهد، العمر 24 سنة. حسن